فيوتشر النهارده فاز على كانون 4-0، اداء رائع واداء مميز ايابا كعاده فيوتشر. يعني انا كنت قلت لكم امبارح فيوتشر زي بيراميدز والاهلي والزمالك، لو بتتكلم على مستوى التشكيل والاجهزه الفنيه فالاربع فرق بتوعنا المصريين اقوى الفرق في البطولتين سواء دوري الابطال او الكونفدراليه، فالطبيعي ان شاء الله نشوف فيوتشر في مكانه بعيده زي ما احنا عايزين نشوف بيراميدز في مكانه بعيده في هذه البطوله، بطوله الكونفدراليه، زي ما عايزين نشوف ايضا الاهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال. معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقر المدير الرياضي بنادي فيوتشر. كابتن عبد الظاهر مشرف ومنور ومليون مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك، الله يخليك حبيبي. الاداء والنتيجه وكل حاجه، وده المتوقع بصراحه كابتن عبد الظاهر. الحمد لله، فضل ونعمه. يعني طول ما انت بتشتغل كويس وبتذاكر كويس اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك. يعني الحمد لله فضل ونعمه، كنا عاطين للخصم احترامه كويس جدا، وكل كلامنا وكلام الكابتن علي واللعيبه ان احنا لسه ما تاهلناش. فده في حد ذاته ادانا المستوى اللي انت شفته ده. والحمد لله السكواد كمان اللعيبه الجداد سواء مهند لاشين سواء زعزع احمد يحيى في حراسه المرمى وعلي فيد اضافوا لنا كتير الصراحه. صح. اضافوا لنا كتير. صح، وجود مهند لاشين كمان، فكره ان تلعبوا ثلاثي في وسط الملعب لو انا فهمت تكتيكيا صح النهارده كابتن عبد الظاهر. الحمد لله ان انت بتضمن الاول وبتحط جون. بعد كده بقى بتطور الخطه يعني، فالحمد لله رب العالمين. هو طول ما انت بتشتغل وطول ما انت بتذاكر كويس يا كريم اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك يعني. صحيح شعارنا في النادي يعني. مظبوط كابتن عبد الظاهر، الفرقه الان كامله يعني، الفرقه كامله متكامله ولا لسه كان في نواقص ما لحقناش نكملها في فتره الانتقالات الماضيه؟ لا خلاص كده تمام، انت القائمه بتاعتك خلاص بقت كامله الحمد لله. عندنا في كل مركز بقى الحمد لله 3 و4، فده عامل تنافس في الفريق بشكل كبير جدا. والحمد لله كله شغال كويس، واحنا قفلنا خلاص صفقات على كده. وان شاء الله نقدر ننافس بشكل كبير في الدوري. هما كام صفقه يا كابتن عبد الظاهر اللي انتوا تعاقدتوا معاه؟ احنا عملنا 12 صفقه. 12 ما بين لعيبه كبيره ولعيبه صغيره في السن، مواليد 2001 99 كده. ف 12 صفقه في كل مركز دعمنا فيه في واحد واثنين يعني. هايل. طيب كابتن علي ماهر بخصوص الرخصه وانه يبقى موجود على الدكه، هل الامور دي خدنا فيها خطوات؟ والله دي حاجات مزعلانا احنا شخصيا يعني، وعلينا عتاب على على الاتحاد المصري يعني. احنا ازاي بحجم الاتحاد المصري لسه لحد الان ما عملناش رخصات، ولسه بقالنا كتير فتره طويله جدا. حتى الناس اللي مش موجوده دلوقتي ما عملتش، طب الناس اللي قبليها ده باللي قبليهم لا يعني. طب معلش يا كابتن عبد الظاهر، يعني ايه؟ تعالى نشرحها للناس ببساطه عشان الناس طبيعه الحال بتفتكر التقصير من عند الكابتن علي ماهر، فاهمهم برضو؟ لا خالص. انا فاهم حضرتك، بس عايز حضرتك تشرحها للناس برضو يفهموا هو ليه ما عندنا مدربين ما عندهمش الرخصه. كل الناس اللي عملت الرخص كانت بتوصل لمرحله السي وبعدين البي وبعدين كده الاي. صح. احنا وصلنا لمرحله البي مع الكابتن علي. بعد كده ما حصلش دورات، اي دورات للفريق او اي رخص من بعدها ما اتعملتش. صح. فده مش ذنب الكابتن علي ولا ذنب اي مدرب او مدير فني مصري ان الاتحاد بتاعه ما عملوش. صحيح. فده طبعا تاثير مش من المدربين، تاثير من الاتحاد اللي موجود. ولما سالنا الدكتور جمال قال ان الاتحاد الافريقي عاوز معايير معينه عشان يدينا الرخصه ان احنا نعمل رخصه ايه. يا كابتن جمال؟ قال ان احنا لازم يكون عندنا عدد كبير من المحاضرين معتمدين افريقيا. طيب ما احنا اكيد عندنا مصر كلها مش ما فيهاش، لا مصر اكيد فيها عدد كتير قوي من المحاضرين اللي موجودين، وعدد ساعات معينه من المحاضرات. تم عندنا الفنادق وعندنا المعسكرات يعني. انا ما قدرتش افهم من الدكتور جمال او اعرف احنا ليه ايه السبب اللي موجود، وده في حد ذاته لازم يتعمل في اسرع وقت، لان احنا فعلا مفتقدين الكابتن علي ماهر على الخط ومؤثر جدا على اللعيبه. صح. لكن ان احنا بحجم دوله زي مصر واتحاد عريق، وانت اصلا اكتر اتحاد خد بطولات افريقيه، والاتحاد الافريقي عندك في مصر، فانت لحد الان ما عملتش رخصه ايه؟ يعني الناس اللي واخده ايه؟ ده ناس معدوده زي الكابتن حسن شحاته، كابتن شوقي غريب، الكابتن حلمي طلال، الناس اللي هم الكبار قوي هم اللي خدوه.
صحيح. انما بعد كده مش هتلاقي ولا واحد فينا خد الرخصه دي. صحيح. فانا بناشد من خلالك الاتحاد المصري، يعني هو يا ريت بس نعجل الموضوع ده، لان في مدربين كتير حتى في الخليج كمان بيشتكوا لي، في بعض الناس لما سمعتني بتكلم بيكلموني من الخليج ان هم عايزين ينزلوا ياخدوا عشان يقدروا يشتغلوا في الخليج. صحيح. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي فيوتشر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. حكايه والله، عارف انت شويه حاجات بتقع مننا كده احنا ما بنحسش انها وقعت الا لما يتحط في ازمه مثلا او مشكله. ما نعمل دورات رخصه ايه؟ ما نعمل. يعني حتى اللي قاله الاستاذ جمال علام حسب ما قال الكابتن عبد الظاهر انه ما عندناش، اكيد عندنا محاضرين، ما عندناش مش عارف عدد ساعات وفريق، عندنا اكيد كل حاجه. اصلا ما ينفعش نقول ان احنا ما عندناش، احنا اكيد عندنا. ممكن نقول ان احنا نسينا، قصرنا، ما خدناش بالنا، اللي قابلينا هم اللي غلطان، اي حاجه، بس ما نقولش ان احنا ما عندناش. احنا عندنا الحمد لله، يعني بلد عندها كل حاجه، ما ينفعش ابدا نقول ان احنا ما عندناش.